حسيت إنه إشي عاطي رح يصير حتى قبل إيش ما صار، بس ما عرفتش بالضبط إيش، وهيك بلشت أصعب فترة بحياتي. رح يلاقونا، رح وين ما نروح بالدولة هاي رح يلاقونا. بس خد لي قطبه بقالت على اللي تسعيفي ما اخوكي مش قطبه اتسني لي فخد ان اريا اريا نجميرة جامعة سليخه. למה לעצור סוחר סמים? השכנים שלו שהוא מוכר לילדים שלהם סמים עוזרים לו במעצר שחררים אותו. واحد فيش عنده مصاري اليوم، فيش عنده قوة، فيش عنده ظهر، فراطة بعين، فراطة، أشكرك فراطة. بحبك عمر، أنت بتعرف مزبوط؟ إيه أنت بس حبيت تجوز مسيح، هو مسلم، بتجوز مسلمة، إيش القصة وإيش إيش المشكلة؟ إذا واحد من هنا ما بتموت، أنا مش رح أروح. أنت بس سوي إيش بدي بقول لك إياه هذا، أنا بصور، أنا بعالج أمك. ليش شو بجيب لك إياه؟ هذا أخوك أعطاني إياه، بدبر حالك شو رح أعد للثلاثة ولما تفتحوا عينيكم رح تلاقوا حالكم بغير محل. واحد، اثنين، ثلاثة، افتحوا عينيكم.